يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيضا مثلنا قرار الحلقة تجديدة دائما في الموضوع من الغيبة. ننادي بليان الغيبة أما كما سيدي ما الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذكرك أخاك بما يكره ما دهر أفهو ما كنتين أين كنين ما لقليس لي سريف قرى أدهبر فلس ونسول شيء دينا إن ثلاثة لرب الخلق سبحانه وتعالى ما كنت سبك شويش ونسيموذ إن هي تصير ربي أفيها دور غف مدل الفاسد يقال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة ذي حرام أيث مثل أريد سلا قرانا له الدرب فث مثل غير سيمن ونذنين ويشثن ويشثن دينا أما كن يكسما نسن ونثن موثن أيث مثل الغيبة وجينا ذي هياك إقلان دخل المجتمع حاشا قاذي رحم سيدي ربي الباقي لو كان أتزيد مرة أكل أفكر الجماعات من ذا وطفطف إذا قليلا نقبلك كان كاذي مسقع وإذا تفضل هدرنا في فريد سيدي ربي أفين دينا ربي أفين دينا الرسول صلى الله عليه وسلم أهدرنا في السيرة من الأنبياء الرسول أهدرنا في القرآن الكريم ذي الحديث ولكن مثلا تفض دائما أدهش السني على المدن أدهش الضرب الغيبة أفض مثلا إنسيمن كان يتمثل الشمن ذي العرض الغاشين مفوق غفيون أذقل الغروية وفي الحقيقة ويجين يهدرنا يتمثل الغيبة يهدرنا أفض مثلا إنسان دي لغية في إنسان إذا قد عقلين بلين ذي الحسنة في إنسان يسن تكل ذرجة نصنا مرة يسن تكل وتسوين وتكسنا زند ذي الدنو في إنسان كان يتمثل وين يهدر الغيبة وين يسنى من إيمانيس دائما تسجن يتمزيثيس يعذقين يتكسس ربي الهيفان غفو ذميس يتكسس سيدة ربي الفركة ذي ثخار ذي قمسلايس ذي ثخار تس ذي بخاميس ذي دانيس خطر تسجن يتمزيثيس ذو قيمة ذي الميتيمس اللي يهدر غف مدن أرد ربي جي مؤمنين أمسلايس وليس عالنا زي أمسلايس ويتسلى ذلك سمح الحكمة ويتسلى ذلك سوين وين العين كان يجد مثل في مثال رجع أثنى والي بالله ذي الفضائح التي تعيش في الدنيا أخطر أفض حنث مثل نسلين سلمان أتفتشن أفلا عيوف نسل تفقين تريد من بعد فض حد رجال بالدن أكن نثنى فضح سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي قمان نسل ذي قخام نسل الله أكبر فضحا ويفضح حيث نسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وذي مثال جانا يتمثل الخاتمة نسل وذي عاية سلام أمي ألا آثر الخاتمة العوذ إجه الدر العمر اسم الله الغيبة استخدم سيد ربي وفلا إله إلا الله محمد رسول الله من كل يوم الخاتمة يسفين اللان دقويس دقوين النمي يسمى يتعديد القميس ولكن العوذ ماذا قلنا يتمثل يطف إلسيس غف الغيبة وليه الدرارة ما في مدن يقنع قيب بلي يحفظ في الحسنة في نس يحفظ في الرجرين نس وسيدة بس في كل فاركة تقول مسلي المسلي يسدي معنا لعمل أيكر وين اللي يخدم أصلي صرح سيدة ربي أسف كي فاركة تقول خامس فاركة دي الدريين نس الفاركة دي ثخارة نس أسف كي الحكمة تقول مسلي نس والخاسمة نس يتون نعي سيدة ربي سبحانه وتعالى أي مثلا يحكو ذاك يوم من الأئمة يقول يماس تمغر في غصبيطة أسمين إثبوت ثنضر ذي هي شد الاحتذار في سكرة الموت إند في الذاني وثريحة أم العنبر نخير من العنبر خير من المسك خير من العنبر الذي فغن الذي فغن دقس أي مثلا وذي وثريحة ينتشر مرة ذي خمتني ذي لكن ولا تزال مشكود الاحتضار من سكرة الموت على الحوث ليس مشكود الريح الذي يحو من بعد اختمس سيدة ربي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثلاث ضوضة ذي سيد الشهادة لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد
ان محمد رسول الله يخرج الاماميه الى يومين اثقم الريحاني داخل تخاب تنين قميض روحك للناس سقسان تيد ذينا داشو السير الهلال داخل اليوم انا من استخدم سيد ربي غيماه سلخاتي ما ينهان داشو ياسمينا إناس هنا إذ قسمنا نتسنا لعمة فهدر غفيون الغيبة يقول السنة وإذ قبيانا الأبي هدريون الغيبة غفايد نظام من بث الله من سيف أكثر ما يجب أن تهدر في الدنيا أخرى السياجية وإنك نغفا تهدر ذاك نعم أتبدو ما تهدر فلسين العيام ذا مدح على فيه بالدح أخسر فيه مثلا أمك سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أنت تزز ديك اللسان ينس تزز ديك إرسيس غفل هدورنا في مدن غفل معاصي وسيد ربي سبحانه وتعالى يزز ديك ذي الموت ينس يزز ديك ثلثة ينس ويزز ديك الوفاة ينس الكامل يتمثل إذن العمل اللي يهدر الغيبة يتمثل أذيلين ديكون دي فيها ثم إما أذيلين ديكون لكنين يهدر يهدر وين يهبرنا غفر الغير وين أنا بعيدة من جربين جي المؤمنين أريد من النار أيها الذي لنقم كنيس على الخطر الرجل اسم الران ذي الحسن الذي اسم الران ألا صوحوت ألا تسكيتت وذا قلنا إفك هدركني وماذا قلنا ذلك شنين فلاغ ذي وين ناغي فيه هدر من الدن فلاكي فلا هدر من الدن أعقل بالليغ هنيئا لك على الخطر أخي كان تصرمي تروك الحسنة أدي صرمه غروك الرجل وذن عتسب غرف الناس أدي صرمه كان كيدي أهدر فلك من دنك تسكن الرجل تسكن دي الحسنة ماشي ذين يفرون إذن أقيك أخيرة الليل غصفرح دي الحلان اللي قلت الليل ولكن زمان قلت سيدة ذي الشخص ويستيات النظام أتسل أدوين لك من يكسم حسيسا لأنه إما أدوين يهدر وإما أدوين في هدر وإيمان وين يسمح حسين وين يهدر وين البعيد غير جرب يجي يقول كل شيء وحس وين اللي فيه هدر اذا تقدر بحق يفاف اي خطر تصرح تغرس الحسنات تسلم غول هذا الاجر ويا من المرة ولكن ماذا قال وين يسمح حسين يسعى سن الاحتمالات ماذا قال الانسان يخشم غير داخل الهدر يهدر لكن يهدر ام يسمح حسين ودين هارب بيس غفي هدور سينو هدر رف مدن ويقيم يسمح سيس يرام السلحة اللي يجي لكن أم من يجي هدرنا من يسمح سيس كيف كيف يدن شوك دي البلاء ذين يقول إن يقوم إننا يقوم بديهم ولكن ماذا قلنا وإنك يسمح سيس لكن ينهاد وين يجي هدرنا ينسو هدرنا في أرض نظر مليار كينيا تخلي الغيبة وماذا قلنا يسمح سيس دي عايموز دي يسمح سيس دي يجي المجلس نينس ودي غير أي العين في النكنة إفيه الدار نكنة ذاكي ما يتمثلنا لنصر بالليم واجيا دي الحالي دون ذلك ذي يعقي بالليم يربح يفاف الخطر ينهاد وذاكي كهدر الغيبة ما سنخره الدفارة في مدن ومدحد من النكنة إفيك فغكنا أذا دي هذا واجيا أذي عقب بالليم أثي من عسيد ربنا ذي جهنم سبحان الله يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذب عن عاذ أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار وين ألي دفعا في غبس ينسيم ونسوي يشد ذينا ألي دفعا في العاذ ذي نس ذي الحق غفصي ربنا في أثي ذي عثق ذي جهنم أين مثل يواسه سنة ربي ذي غزوة تبوك ذي غزوة مستسعى ذي الهجرة يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم من كل الصحابة الكرام وذين تظلم بلين كعب بن مالك أولا روحالا ويدالا غرغ زوايديا ولكن يقول ذينا يقول ذينا غرتبو ينس صلى الله عليه وسلم ينس أين كعب أين دي كعب إن قد يوم دي الصحابة ينس يا رسول الله ودي الدالا يتخلف ينس أثن ذي ثيليم ذي قمان اسمغن ويسر أثن أليت مقالي منيس غلب بريم السلف ساني نسن الملوك ذكرنا أنه استهزاء يعني الشخصية من كعب بن مالك ولكن ها كان يروح يسري يسد معاذ بن جبل رضي الله عنه يسري يسد يروح قفير إن يسر رسول الله إن يسر الله
الكعب بن مالك حش الخير نسليس حش الخير إن ولا غيس من ولا غين النظر خزر كان مشي يدي دفع فلاس وش بيحنا في صلى الله عليه وسلم يدر من الحديثين إن اسم الرد عن عرض أخيه كان له حجاب من النار وإن اللي دفعنا في العرض لمسيس شيء إذا الناس يغين الحجاب يجلس يجلس الجهنم أي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم على ديقة ما خيف كان ذا شلون يكسرجون ذا في سيد مثلا يكسرجون من يهدرنا يهدرنا غاف مدن يند لما عرج به أسمع يروح بالإسراء والمعراج يند يعدى في بعض الأقوام يند في كيس السيد ربي الشن ننحاس ألا خبشن بجمال نسن ألا جرحن دقوذ ما ونسن أكد يدمال نسن أدي تزني ما نسن حشم ذي غص ونجين دي ذمن يا ربي نجو يا ربي إن قال رسول صلى الله عليه وسلم إن اسم من هؤلاء يا أخي جبريل أنا ما بيجي يا أخي جبريل إن اسم هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ويجن بذلك السن أكسم وثمثل السن ألا هدر في اللسن الفير وكتشمنا الاسفوتين دي الأعراض السن الله كان يثمثل أم كان يذبح الأثياف وين يهدر الغيبة خطر وين يهدر الغيبة الحسنة في نسمع رأس وقلت ألف كي تساكل وينك نعم يفق هدرك نعم ولكن أن يود نغلالة دي الغيبة ونود نغلالة دي قطاس يغلد دي شويت إذا القليل حاجة قاد يرحم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن هذا طرف لا التوبة دي نعم ثبوت التوبة دائما في الليل سيد ربي وشبيح عزيز الرحمن الرحيم دي قال وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى لكن ألا عفوه ويندي زين غفوري أثلغ فلاس ويندي زين غفوري اضرب يد العفو ماذا سعفوه كما يتمثل الذي قال ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم تواب الرحيم أبي توب في الله ون سيد ربي الرحمن سيد ربي الرحيم إذن شرعت سيد ربي التوبة غفل عفديس أشتد غر سيد ربي سيد ربي أدي توب سيد ربي أدي توب في الله الله أكبر ولكن يثمثل ماشي تسيني الناس سيد ولكن يما إفتها ذردك من الغيبة وتسخبير ذرد شدها ذرد في الناس بلك هاكم سليين إذا ذرد في الناس لو كان ذا ثنيسل إذ جرحة ذبوليس وستكسر كل جرح مني كمين ولكن ورس قرارا الشيني ذا شاف خدمة أنا استفرت سيد ربي أستدعو ذا سيد ربي ذا سيعفو أستدعو ذا سيد ربي ذا سيفك الأجر بالحسنات الغيبة أزال وينك من إذهب في الناس الغيبة أنشت من قلاق ذا استدعو سلخير هذا استفرت سيد ربي المقدار الحسنات اني غير استفرك يوم القيامة أتكس ذي الأجرين أنشتني أرست دعوة التيوين سد دعائي سد دعائي لك للإستغفار لك أكلت الحسن الذين كان قيمة قيمة غرفورك كان يتمثل واد ذكر ذي عبد النين في هذا الركن أثيد ذكر ذي جميع المجالس كرب واد ذكر في الأسمر ربك أي من دينهم أتسقط صغيرا من الدين زاد عباد نيم وذهب الفلسين العين وثيد من الدحر أذهب الفلسين الهام أتسمحوا أين كان إذا الفلس وين نديرهم وأطر أصر الفلس أين العين كما يتمثل أفيد ذكر سي خير وذا استدعوه وتمدحوه الله أكبر كما يتمثل قتادة رحمه الله هذه قرى عذاب القبر عذاب القبر أمر مستيثي نسب الغيبة أمر مستيثي نسب النميمة ماذا قال لك الشريف تخرض الغيبة وظهر الضرف من الدنيا وتسوي ضرف بغروة عقب لين خلق ثمن عبد السيني مرد في فقد العذاب للقبر سبحان الله كان يتمثل ماذا قال لك الشريف وتشفي ذرا وأن يوفي ذرا وتشفي ذرا أن يوان إذا ذرا في ذرا تفيري في تسوتر إذا في فسني غسي دربي ذعو مرة كنا غسي دربي كربوين فيها ذرا أين نديرهم ودرافيد وين نديرهم دي لو يافيس ربي عفو ياس ربي محو ياس دلو ربي كتبس الأجر بالحسنات ربي تجاوز عن سيئاته أسلعو عامة يخرب وين في هذا المرة أكو أصل ضيف ضيافو أصل ضيف ضر رحمة كان يثبت إذن الغيبة ذي حرام عقل بليم ذا في شو تسفرها وين العالي يحصر 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 مفين إيه اللي يهدرنا في الدن خطر دي لا صلنا
أطاس الكثرة الكثرة ثم زيارة نسل حشرة هدور غاف من الدم. الغيبة يثمثل اليحرام أريد جزاها اليحرام 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 خطر ذاديش وينك هدرنا في مدن أفي فضح سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وينك هدرنا في مدن يجبذد الإصرار يجبذد العيوب مدن من بعد إنشرث يفضحيث وسيد ربي ماذا في فضح الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته ونكتب عن العورة وذ مثل سيسي من سيد ربي يدفع العورة نس أدي فق العيوب نسات يفضح دخل الكانونيس والخاتمة من باب فيس إذ مثل السلالة العالية تكربوا ليس عند مزر فيس الغيبة هذه الدار دائما أغف من الدنة ليس تكشف العيوب من الدنة بشدة ويفضح أنا كاس شيخ سيد ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرف ذا ما جينا ويث مثل وما يوضع القبر أدين عتشف أعدد الرسول صلى الله عليه وسلم في سين إسخوة إني سينينا ألا تشعة سبن دشي فلا تشعة سبن يا رسول الله إني سيون لا يستتر من بوله من بوله عند قضاء الحاجة مالي لك يروح لقد من تسامى فيك وتصار من يستفيش خذ الله شيء زديح الله عذاب القبر ماذا بين النظام الناس اللي بنيجي نحول يار مدن سل غايبة ما قد النميمة إيه الدرغة في مدن وتسوي الجوارو إيه مثلا ويقول فيش يقول العذاب يوم القيامة أدي جرح الجمانيس أدي جرح الجمانيس حاشا ما دي غص بعد اللي يغيد جديد بعد اللي يتعود كان كي سوشا من حاسة أدي خبش أدي جرح الجمانيس حاشا ما دي غص الإنسان ينجيني إذا من كان كان وكيف يدي العذاب خزرت كان يتمثل إذا أدي توفضح أدي توفضح هذه الدنيا الخاتمة ينسحش ربي يقع من ديال الخاتمة في فيسا فين فين يقدر دائما الغيبة وذي القبر يسعى يسعى عذاب القبر وين يهدر الغيبة ذا نميمة ويوم القيامة أدي جرح إيماني سر بعيد غير جربي ينجي المؤمنين الله أكبر كان إذا أدغي من العربي دي الغيبة أدي بعد ربي في لاغ الغيبة أغي جاي ربي وذاك يتسلهين سيد ربي يتسلهين الدين نسل يتسجل يتبعد أفين اثني إخوان أغي جاي ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل لله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.